على السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا نسيني وانت على بالي بخيالي، ما تفارق عيني انا مخروط. طبعا غني لك تغمل لي مخروط. لحظة نسيت التليفون. طبعا غني لك تعمل لي هكا هكا. طبعا غني لك وانت تغشني هكا هكا هكا. طبعا غني لك وانت تغش فيا. انا غشيتك. اي لا 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 تبع الغنية. اي بالرسمي. اي مالا خنغنيها. يا ناسيني وانت مخروط. لا صحيح صحيح. ها مخروط. شنو احوالك؟ لاباس. ساعة نغني لك وندندن لك ندندن لك. اي قاعد ندندن لك ونعمل لك في غنايات هايلة. ودزهرك بالكدا. لا لا مانيش ندس برويتا. لا ما ندس مانيش برويتا. نعرف نغني، نعرف نشطح، نعرف ندربك. انا نسيت الاحوال. نعرف برشا حاجات نعمل. اي تعرف تعمل انت؟ لا ما نعرفش. هذا تعرفش تغني؟ لا لا غني لا نشطح. تعرف دربك؟ لا لا كل هكا كل تعرف دربك. اذكى تعرف تزغرت؟ لا كلمنيك. اذكى شنو احوالك يا حاج؟ لاباس لاباس. العائلة لاباس؟ الصحة بخير الحمد لله. داري بخير الحمد لله. هذه مثال، هذه موضوع واحد قال لي يقولوا لي انت خربحت كربة اذكى وانت انا هزيتها وكسرتها. موضوع يضحك. انا تخيلت بابا شدني يضحك قبل ما نقول كان كان حسيت بابا شناعه وكذا. هو ما عندوش كهرباء، ما عندوش برمي خشب فيكسيون تاعو. او يضحكني الموضوع خاطر عارف فيكسيون بابا شنو تعمل. سينو باش نعمل موضوع اش نعمل رومانك قبل قبل ما نحكي. تفرجت في فيديو نتاع الصحفي المذيع نتاع كلام الناس ولا كلام الليل اللي يحكي على فيديو هبط فيديو يحكي على الخبز كيفاش البيوع والشراء كيفاش التحايل نتاع برشا ناس قاعدين يتحايلوا في الكوش كيفاش كيفاش يبيعوا في الخبز يعني مارشي نوار وكيفاش العمليه تصير بالرسمي. فيديو يحكي لك بالديتاي قداش نحن الناس مستبهليننا والله هكا هو. سينو ننصحكم فرجوا في الفيديو بارتاج اكثر باش العباد توصل لها وباش خلق اموال الدوله تفيق شويه. شوف العصابات هذه اللي قاعده تتحايل على الناس على الخبز معناتها بالرسمي. فيديو هو فيديو يفسر لك شيء ما قراه والله يا لولو. اهلا نتفرج في في في, في فيديو. ايه في التليفون. ايه في التلفزه تفرجت فيه. ايه قال لك يشريو في شكارت سمير. شكارت سمير ايه يشريوها بالدعم ب 6000 فرنك. طلع قال لي يبيعوها للشعب التونسي. ياخذوا حقها ب 29 دينار. وبعديك يقول لك الخبز ما فماش، الخبز مقطوع. اي صحيح. الخبز جمله قال لك. انا ولدك محمد. حول ولا قوه الا بالله. لا لا ولدك محمد انا. اي اي باش نحكي معاك في موضوع ركزني مليح مليح. الله يبارك تفضل. يا بابا ركز. والعنف ليه؟ لا لا العنف لا صحيح. تراه وريني جلاغمك. كلمة رجال لا ضرب لا سب لا شيء. راني معمل عليك باه باش نحكي ما غير غشة. يا ربي يستر. عملوا مسابقة في المرش. مسابقة سي مسابقة. شكون أحسن أكثر باندي في الرباط؟ إيه وبداو يسألوا في العباد الكل قالوا علي الحربي اللي هو أنت. كلهم قالوا علي الحربي أقوى باندي في الرباط. مش مصدقة. باندي أنا
يا اخي طلع شو ربحت؟ ها ربحت كهربا. ربحت كهربا؟ ربحت كهربا انت وكتبوها باسمك انا ولدك. كتبوها باسمي انا؟ كهربا باسمك انت. هذه الحاجة اللي تفرح. أيوة. الحاجة اللي ما تفرحش. انا هذه الكهربا حبيت نعمل بها دورة. عملت بها دورة؟ دخلت بها في حيط فرقعتها من بعضها. يا انت نوديك. يا سبيل. يا بابا. انا دخلت بها الحيط. فما. فما نهدي لمك. بس ما بتسخط ما عندي المدي يبيني بروحي سويق لا سويق ما عندي نمك يا كبير حول الكوت لابن هذي كلمة مسيرت فهم سيني كلام سبي تسمعني انا نسوق ثم طفلة مزيانة تعديت قدامي ايه خلق كهل انا راح ميك حبيت نبزنسها لبست عود لبست بوتو دخلت في حيط الكهرباء مشيت زيزي سعيد سعيد يا رجال يا ندير مديك يا ندير امك يا ماما يا ماما يضرب في يده اي 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 سامحني اي قصي سامحني سامحني يا بابا اي 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 حيط عندي جبت لك فولو جبت لك التلفزيون بتاع الكهرباء بالله لقيت لك حل يا بابا فين الحل باش نعوض لك باش تعوض لك باش نعطيك كهرباء بارتيكلي كهرباء صغيرة لعبة كهرباء صغيرة لعبة اي معنديش كهرباء نعطيك كهرباء لعبة هوكا تعويض مش فاهم يا ما هو قصدك الكهرباء متاعك باش نجيب لك بسكليت باهيش سيما باهي زي مايك خدو باهي بسكليت باهية العجيني منقوبة ما ميساش زي مايك اذكر توا الكهرباء تكسرت فيها مشكلة فيها مشكلة يا معلم وبرا السميعة دفعت البلاي انا المهم لاباس انا ولدك المهم انا لاباس ولدي لاباس انا عملت اكسيدون بيها كسرتها المهم انا لاباس كلام عندي لما حبيت نعمل دورة بيها عملت بيها دورة انا عندي ودي قوم بحرية المهم انا لاباس يا بابا قوم بحرية المهم انا لاباس قوم ولا عليك انا عندي لما الفايدة انا لاباس يا عليك في عود تخاف علي وتقول ان شاء الله يا بابا مشي ميك يرحم والديك اذكى 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 فضلك معاك فضلك معاك فهمش من الموضوع يا بابا نفضلك معاك ما فهمش من الموضوع لا ربحت كرهبة لا شيء نفضلك معاك سالين كرهبة ما فهمش كرهبة لا كرهبة لا بسكليت عطاوك برويطة رحمي كنت برويسة أذكر أنت دوح تحتضر فيا بالكف وتضرب وتخبش فيا وتقدم فيا مش حرام عليك ولدك هكا تبكيني هكا ايه سامحني كل حال ايه رضيني شوية رضيني ايه بنن بيا شوية بنن بيا لا 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 يعطيك صحة ولا بننت بيا أذكر ما حكيت لكش أنا لا إما هو العياري كري كهربا سرى الكهربا ما شريش جارو عنده كهربا إنسان مفتاح في الكهربا جي العياري حب يهزها ويهرب بيها يعمل بيها دورة يدخل بيها في مصب زبلة جي هارب في مصب زبلة طاح هاك الكهربا كلها زبلة حاشيك وتمرمدت شلقوا بيه حب يهرب جاي هارب جاي في قلتة بالطبعة وخبشني
اتكلم هيا خلنا نخسر ربي هاي على كيفك تحب تقعد عليه اقعد تحب تمشي برا وتحبي نقعد بحذاك انت اقعد بحذاك على قد ما قالوا لي انت قلبك طيب ما صدقتش كي قعدت بحذاك عرفتك انت قلبك طيب حنين راجل قلاب راجل حنين قلاب صباب متحيل اذكر مش اسمع فيه سمعتني مليحة سمعتك شو اسمع طيب اذكر حبيبي نخدم على روحي تبقى خدمة فيش تبيع بيع السكر اعطيني ساك خلنا نقصد ربي اعطيني خلنا نعطيك اعطيني ساك اعطيني اعطيني ساك انا اعطيك اعطيني ما نزلت عمر شكون عمر؟ عمر بس الشيط دي ساعة شكون عمر؟ عمر بايع السكر من وش تعيط انت؟ في بالي عندي السكر تكلخ عليا؟ ولا في بالي عندي تستبهل فيا تو انت عاملني بهلولة بالعسل القيف اخلخ يميك بلا يخسر على اعصابك انت يا؟ اي علاش؟ اتكلم علاش على اعصابك؟ تزبل عليا علاش علاش؟ انا طبيب نحب نعرفك شبيه انا طبيب خذ طبيب طبيب انا طبيب سربك ها؟ اسمع اتكلم تراها شوف دقات قلبك تراها قب 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 ها؟ مخروط انا دكتور تراها هيك؟ توجع فيك منا لا لا بس عبد ومنا لا بس ومنا لا بس لا بس ومنا وعزبني لا بس يا خلي نقص ضرب يا لا بس انت غشاش اي تغش فيا انا طبيب وخايف عليك ودي تغش فيا تعملني معون ومرقيز عليه زلزال انا شيخ انا نحكي معاك ودي تعملني هو عندي مرقيز يا اخي زلزال انت شيء والله انا عمل لك جيعان تعمل يكون مرقيز وانا فرحان في بالي بيك زلزال طلعت تغش فيا وبعد ذلك نحكي معاك تعمل لي وعندي المعون في بالي بالرسمي عندك كوجينا شيء والله هيا خلينا نقص ربي هيا في الامان خلينا نمشي لامي نجيت نقول لها بابا يبيع في المرقيز يا امي بابا يبيع في المرقيز هاي خلنا نقص ربي هاي بالأمان باي باي سلام عليكم